مساء النور عزيزتي، معكم كويزين دو شازا. اليوم مش نديرو اذا حنديرو كارانتيتا او كارانتيتا، بالاحرى كارانتيتا معروفه في منطقه الغرب الجزائري خاصه وهران، ومحبوبه جميع الشعب الجزائري. كما انا ديسيديت غدوه نديرها ان شاء الله الفطور، دمونديوها لي ولادي. دونك دوق حنا رانا في الليل. هذه الكارانتيتا تحبوا تجيكم بنينة وشابة قد ما ترتاح، وقد ما ترتاح هذيك الحميصة بودرة الحميصة الحمص، قد ما تجي الكارانتيتا تاعنا بنينة وشابة وكريموز. فوالا، دونك نعطيكم العبار نيشان كما يقولوا صحاب وهران. الكل 250 غرام بودرة الحمص، 250 غرام فارين دو بواشيش، ديروا لها لتر ونص ماء. خذوا هاد العبار وتحبوا تضعفوا الكميه كما انا هنايا راني دايره 500 غرام، دونك ضعفت الكميه وخدموا. دونك 250 غرام تاع بودره الحمص الكارانتيتا لازم لها لتر ونص. يا اخي صحاب الغرب مانيش غلطه، لتر ونص تاع الماء. الوغ هنا عندي بودره كما قلت لكم، لا بودره دو باشيش، بودرة الحمص. درت لها كمية من الملح، ردوا بالكم الملح باسكو الحميصة ما تشربش، دونك دو بريفيرونس لي تخاف الملح دير بشوية، كي تحرحرها بالماء دوق وتشوف. وكمية معتبرة من الكمون، الحميصة الكارانتيتا تموت على تحب الكمون. ولكل 250 غرام ديروا حبة ولاد الدجاج، قد ما تضعفوا الكمية ضعفوا نتوما ولاد الدجاج. وكل 250 غرام في كاس تاع لاتاي هذاك الصغير. هاي ليك الكارانتيتا تاعنا بعد ما حرحناها بالكميه تاع الماء. انا اديتكم في بدايه الوصفه كاع المقادير. بون شوفوا، لي ما قدرتش تحل هذوك الحبيبات تاع الحمص، البودره تاع الحمص بها بالفوي مانويل، الا عندك ان برا ميكسور ديريها بالبرا ماشي مشكل. المهم احركي مليح تيدو دوب كاملة هذيك لا فارين دو بواشيش. هاياك انا اللي كملت حركتها بالطبع مليح. دونك هنا نحكم خطا، الحق هاد لي بواط سون فريمون براتيك، نغلق عليها نحطها في الفريجيدار، تبات في الفريجيدار غدوة ان شاء الله الصباح كي نحطها في المول. كملوا معايا الفيديو باسكو عندي سر تاني في الطهي تاعها، ماشي ديريكت نحطها في البسنيوه والطيب، نو كاين حاجه نسبق نديرها. اذا نحطوها ترتاح وانا تاني نروح نرتاح، ونتلاقاو غدوه صباح. صباح النور. انا وليت بعد ما ارتحنا ليله كامله والكارانتيتا تاعنا ارتاحت ليله كامله. هاي لك نفتح لابواط معاكم، هاي كيفاش تصيبوها. بيان سور هذاك الماء او طلع الفوق، نحركو بسم الله. ها شوف ديجا لا تيكستور تاعها، شوف كيفاش تبدلت. البارح كانت كاع ما شوف شوف تقولي الكريم. ها تحبوا الكارانتيتا تجيكم بنينه، خلوها ترتاح، تفكروها دائما هكا في الليل، ولا تفكرتوها الصباح ديروها الصباح طيبوها العشيه. ها البارح كانت بان خفيفه، شوفوا دوك كش راهي ثقيله. حركوها بيان. انا وجدت سنيوه دهنتها بالزيت. من احد اسرار طهي الكارانتيتا، ماشي انا اللي جبت هذا السر ولا تاع اصحاب الغرب، هما سبيسياليتي تاعهم انهم يسخنوا يحطوا السنيوه في الفوق قبل ما يرموا فيها لو ليكيد تاع الكارانتيتا السائل هدايا، يحطوها اموا دقيقه ولا زوج دقائق قبل ما يسخن البلاطو، ويرموا هذا داخل شغل يعمروا البلاطو هو داخل الفرن. أي نحطو يسخن ونولي نخلي زوج دقايق البلاطو تاعي يسخن داخل فوق تعمرو. بسم الله. ها كيما راكو تشوفو نقلوه شوية. بسم الله. فوالا شوفو ديجا كي سخن تحتا بدات تشد. أنا دوق نكمل نعمر البلاطو تاعي ونخلوها لتحتا طيب. كي تشوفوها نشفت ودارت هذوك الفقاعات، انا دوكا ندير لكم لا فيديو باش نديروها تتحمر للفوق. هاي ليك انا نكمل نعمر مون بلاطو
ونولي ليكم. مرت هنايا ابخي 30 ل 35 دقيقه، شوفوها بدات تشد روحها. انا هنا واش ندير لكم الاختيار، هي كي طيب برا شتو تجي ديك لاكوش الحمراء باسكو الفوغ تاعهم يساعد، الفوغ تاع بولونجي. باغ كونطخ الفوغ هنايا تاع الدار نقدر نخليها كيما راهي باسكو فيها ديجا ولاد الدجاج وتجي. بصح الا حبيت طبقه بيان دوغي من الفوقه وشغل خشينه شابه، هاي كنت درت انايا، درت حبه ولاد الدجاج، درت لها الحليب ودرت شويه كمون. هنا تحلوا الفوق تاعكم بلاكم تحرقوا ولا روحوا غير بالعقل ولا البلاطو يتقلب. بسم الله ونواسيها هاي لك. ها هلا نعاود نرد بلا عقل. هي تشد في الطياب حتى تقريبا ساعة كي ان شاء الله تطيب وتحمر، ومن بعد كي يقعدوا لها 5 دقائق قمة تطيب نشعل لها من الفوق. هاي لي كي قعدوا لي 10 دقائق باش تطيب اني شعلت لها من الفوق، خلاص هاي شدتها باش تحمر. نتلاقاو من بعد ان شاء الله كي تطيب ونشوفوها. خواتاتي هاي ليك الكارانطيطه تاعنا بعد ما حمرناها، دات لي سوا ساعه في الطياب. شو انا نحبها العائله تاعي وانا نحبوها عاليه. شوفوا الله يبارك القوام كيفاش كريمي وشابه. هاي ليك هنايا ها قسمو كولو بالصحه ولهنا. هاي ليك ها ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. مالغي كو انا واقيل خليتها شويه طابت زياده من التحت، بصح معليش مصحاو ليك القوام تاعها. ان شاء الله تبعوا الطريقه اي بنينه مع الهريسه هذيك، راك تصيبوا الوصفه في قناتي الدرسه اللي خدمتها. هاي ليك فو بوفي لا كومباني مع الكارانطيطه تاعكم تمشي مع الحال. ان شاء الله شهيه طيبه وتجربوا الوصفه ونتلاقاو في فيديو اخر.